أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت،
وهو رب العرش العظيم، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس وأعوذ بك من النار.
اللهم إني أسألك الجنة الفردوس وأعوذ بك من النار. اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں و زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں و سمندروں کے مالک، اے انسانوں و جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں و نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، سہاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے. اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے والا بنا دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے. ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر. اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک و صالح اولاد عطا کر دے، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے. اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے. اے رب العرش العظیم شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے. اے مالک دو جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا رہ گیا وہ بھی عنایت فرما دے. ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما دے، اور جو جو یہ دعا سننے والا ہے اللہ اس کی ساری پریشانیوں تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے اور صحت و تندرستی عطا فرما دے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے اور اس کی جائز حاجات پوری فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
والحمد لله رب العالمين.